بعد عرقلتها من قبل نظام الأسد لقرابة الشهر، وصلت 31 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمدينة الحولة بريف حمص الشمالي. القافلة التي رأتها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر كسرت حصار النظام المستمر على المدينة منذ 3 سنوات. تعتبر هذه الدفعة الثالثة من المساعدات التي تدخل منطقة الحولة، سبقتها قافلتان منذ قرابة 4 أشهر، الأولى مكونة من 65 شاحنة والثانية ضمت 19 شاحنة احتوت مساعدات طبية وغذائية. دخول المساعدات للحولة تزامن مع دخول قافلتي مساعدات لمدينتي دارية ودوما بريف دمشق. دارية بغوطة دمشق الغربية كانت على موعد مع دخول المساعدات الغذائية للمرة الأولى منذ 4 سنوات. النظام وإن سمح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات للمدينة، لكنه بالقصف الجوي العنيف عرقل عملية توزيع المساعدات للأهالي ودخول دفعات أخرى منها.